السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وفي صحة جيدة. أتمنى لكم كل الهناء والسعادة في حياتكم. أتمنى أن تحققوا كل ما تتمنوه في حياتكم، ذلك ليس بعزيز على الله سبحانه وتعالى. كل ما يمكن أن تفكروا به يمكن تحقيقه. لا ننقص أو لا يجب أن نقدر ذواتنا ونعلم جيدا أن كل ما يمكن، كل ما يعني نفكر به أو نحلم به يمكن تحقيقه. أتمنى كذلك ألا تنسوني من الاشتراك في القناة ووضع لايك وكذلك تعليق ومشاركة الفيديو، سيسعدني ذلك كثيرا كثيرا كثيرا، فضلا وليس أمرا. موضوع اليوم هو عن بعض الحالات التي نعيشها، يعني كنا عشنا هذه الحالات، هذه الحالة هذه كنا عشناها وفايتنا عشناها وبقينا غادي نعيشوها لأنها جزء من الحياة ديالنا. وهو يعني تكون كتعرف واحد الشخص، سواء صديق سواء من عائلة سواء المهم كتعرف واحد الشخص، سواء كنت رجل أو امرأة كتعرف واحد الشخص، وداك الشخص يكون عنده واحد المعزة خاصة في قلبك. ملي كيعمل لك شي حاجة كتحس بأنه يعني كتحس بواحد الغبن، كتحس بالحزن، كتحس بالظلم، وكتبقى تفكر وكتقول ليش ما نمشيش نتكلم مع هذا الشخص هذا ونحاول ونعاتبه على الفعل اللي قام به معايا. وهذا هو الموضوع، هو العتاب. يعني يعني كاين واحد المثل كيقول العتاب على قدر المحبة. هذا المثل هو منتشر جدا، يعني على قدر ما كتحب داك الشخص على قد ما كتمشي، يعني ما كتقدرش تفارق معه وكتبغي تعاتبه باش ترجع المياه الى مجاريها. ولكن حنايا حنا كنتكلموا على واحد المثال، واحد المثل اللي هو جميل جدا، ولكن واش هو كاع الناس كلهم كيصلحوا للعتاب؟ يعني كل الناس اللي نعرفهم هم يستحقون العتاب منا؟ يعني نقدروا نعاتبوهم؟ واش هذا ممكن؟ يعني انا بالنسبه لي لا يمكن ان نعاتب جميع الاشخاص، لان العتاب هو مخصص فقط، نقدر نعاتب واحد الشخص اللي انا كنعرفه عنده واحد المعزه خاصه في قلبي، نقدر نمشي نعاتبه، ولكن ما نقدرش نعاتب اي انسان. وهنا كتختلف يعني بالنسبه لذاك الانسان اللي انا ما غنبغي نعاتبه، باش نفضل نبقى انا وياه دائما ونبقاو اصدقاء ونبقاو كنعرفوا بعضياتنا دائما. وهذا كاين واحد الاسلوب، هناك اسلوب للعتاب، وهذاك الاسلوب للعتاب انا اللي كنمشي به عند داك الشخص يقدر يكون فواحد عنده واحد، عندي واحد الطريقه ديال العتاب اللي تقدر داك الشخص اللي غنعاتبو ما يرتاحش ليها. غادي نمشي نتكلم معاه وغادي نبدا نعاتب فيه وغادي نبدا نعاتبو، وكاين واحد داك العتاب ديالي غيقدر يجيه ثقيل بزاف، لحقاش غادي نبدا نعاتبو شويه، نبداو ناخذ دوك الكلام اللي كنا كنقولوه مع بعضياتنا، كل داك الكلام اللي قلناه مع بعضياتنا نرجعوا ليه عاود، وغادي نبداو نعاودوه من جديد ونقدروا نعاودو، وتقدر الجفوه او الخصام يكبر وكبر اكثر واكثر، ونحسوا بالحزن اكبر اكثر واكثر. يقدر داك الشخص نكون انا من دوك الاشخاص او من داك النوع ديال دوك الشخصيات اللي كنعاتب بزاف على اي حاجه، كنعاتب اي شخص على اي يقدر نمشي عند شي شخص ما كنعرفوش مزيان وكنمشي نعاتبو ما بيني وبينو الا يعني علاقه سطحيه جدا، وكنمشي كنعاتب داك الشخص، وداك الشخص ما غاديش يتقبل بالطبع، ما غيتقبلش العتاب. هو غادي يبقى يستغرب وغادي يقول لي علاش هذاك العتاب اللي كتعاتبني؟ انا ما بيني وبينك شي حاجه كبيره اللي غتجي تعاتبني، وقع مشكل بيني وبينك صافي، ماشي ما غنزيدوش مازال نطولوا فيه. واحيانا كتمشي، وهذا هو اللي كان هذا اللي كنمشي عند داك الشخص كما قلت اللي غادي نمشي ونعاتبه، هو ما كيهتمش لا بالوجود ديالي، لما كي ما عندوش ما كيعرفنيش بزاف د الحوايج، ولكن كنمشي لعندو كنفرض عليه واحد القضيه او واحد الشيء اللي هو ما كيهموش اطلاقا.
ولكن نقدر مثلا نمشي عند واحد الشخص نعاتبه وما نسولش شنو هما الظروف اللي عنده مثلا بيناتنا انا وياه شي مساله ما، وبديت كنعاتب فيه ولكن ما سولتش شنو هي الظروف ديالو باش ناخذها بعين الاعتبار في العتاب اللي عندي. هذه طرق، بعض الطرق اللي كنديروا انا حنا كنعملوها كاملين هذا الشيء في العتاب. ملي كنكون كنعرفوا اي شخص كنمشيو كنبداو نعاتبوه بلا ما كان نسولوه شنو الظروف ديالو اشنو كان عنده، عاد نقدروا نحكموا عليه في ديك المسائل ديال العتاب. يعني داك العتاب اللي غنعاتبوه واش جا في محله ولا ما جاش في محله. كما قلت هذا العتاب لكن لما عرفناش الظروف الانسان وما سولناش عليه كيبدا يتحول، وما سولناش وما عرفناش كيتحول الى لوم، من لوم كيتحول لاتهام، وتتمشي صافي كيضيع تضيع ديك المعاني ديال العتاب اللي كنا كنتظروها، وكنخلقوا مشاكل اخرى جديده اللي ما عندهاش علاقه بداك الشيء كله اللي كان في الاول، وكنقدر توصل حتى القطيعه ما بين هذاك الشخص ما بين الاشخاص. هنا كاين واحد النقطة أخرى، هو أنه هنا وصلنا لواحد المرحلة في حياتنا. يعني كل واحد فينا، هذه أنا كنظن أن المراحل اللي كيوصلها الإنسان كل واحد وحسب النضج اللي كيحس به وحسب التجارب اللي عنده في الحياة كيبدا كي التفكير ديالو كيبقى كيتغير بشوية بشوية على حسب مراحل العمر، ويقدر يكون انسان يبقى دائما بنفس الطريقه غادي عايش على حسب كل واحد كيفاش تيعيش هو الحياه ديالو، كيفاش كيشوف العتاب، كيفاش تكون العلاقه ديالو مع دوك مع الاشخاص اللي كيتعرف عليهم، واش هما اشخاص اللي عنده معاهم علاقه قويه جدا ولا اشخاص اللي عندهم علاقه سطحيه، وكيفاش هو النفسية ديالته، واش كتحمل الخطا ديال الناس اخرين باش هو وعنده واحد القدره وعنده واحد القوه باش يمشي يعاتب وحدين اخرين، ولا هو واحد الانسان اللي مندفع كيمشي بسرعه دغيا كيمشي كيبدا كيعاتب شي حد اخر، وكيبدا ملي كيبدا في العتاب كيوصل حتى للخصام. هذاك الانسان اللي كيكون مندفع تيكون العتاب في الاخر من بعد كيوصل حتى للخصام. كاين هناك يعني نوع من انواع من الشخصيات اللي كتقبل تسمع العتاب وتجاوبك عليه وتحس بالخطا ديالها وتقدر تعتذر لك، وكاين اشخاص اللي ما كيتقبلوش يتصنتوا لك ولا يسمعوا العتاب اللي كتقول لهم، ما تيقبلوش داك تعاتبهم على اي حاجه درتيها لهم، وكيبداو كتكون عندهم واحد شخصيه مندفعه اللي كيكون الجواب ديالها يعني صعب جدا وعنيف في بعض الاحيان. هادوك الناس بلا ما تمشي تعاتبهم خليهم، يعني من الاحسن بدون عتاب ولا تكلموا هادوك خليهم بوحدهم. اما الناس اللي كيكونوا كما نقول نحن يعني انسان يعني رطب في المعامله ديالو مع الناس، كيقدر يسمع العتاب، كيقدر كيحس بالخطا ديالو، كيسمح تيطلب منك وكيعتذر الا دار لك شي حاجه ولا انت درتي ليه شي حاجه كتقدر تعتذر منه. هذا نوع من العتاب اللي كيقدر يكون، وكتعرف بان هذاك الانسان اللي كيسمع ليك وكيحاول يعتذر منك وكيحاول يخليك، هذاك الانسان كتكون عنده هذاك تاكد انه عنده في قلبه واحد المعزه ليك، واحد المحبه كبيره وما باغيش يفقدك. داكشي علاش كيحاول ما امكن انه يبقى معك يعني في علاقات دائمه، وما تضيعش ديك العلاقه اللي كتكون بيناتكم. كما قلت كنوصل لواحد المرحله في العمر ديالنا، اولا كنوصل لواحد المرحله من النضج، انه كنبقاو تنبحثوا على شيء واحد وهو راحه البال، كنختاروا راحه البال، راحتنا حنا كنحاولوا هي اللي كنبحثوا عليها، وكنبحثوا على السلام في العلاقات. يعني تنحاولوا ما امكن اننا نعيش واحد السلام في العلاقات ديالنا، اي علاقه فيها تشنج او فيها عنف او فيها اي شيء ما كنحاولوا ما امكن اننا نبعدوا عليها، لحقاش ما فيها حتى شي مصلحه، هي ما غاديش هي بلاكس غتاخذ منك وما غتعطيك والو، ما تعطيكش شي حاجه كثيره. من الاحسن نبعدوا على دوك العلاقات اللي كتكون مسمومه، اللي كتكون فيها تشنج وفيها عنف، وبعدو كذلك على دوك الاشخاص اللي ما كيفهموش ديك الطريقه اللي كتكلم بها ديال العتاب، انك كتجي عند شي واحد وكتحاول تعتذر ليه وكتهضر معاه او كتعاتبو على شي حاجه شي شي شي, شي فعل قام به تجاهك، وكتحاول ما امكن انك توصل ليه انه راه عمل لك شي حاجه ماشي هي هذيك،
من الاحسن بلاش هذاك الانسان اللي غادي يمشي غيغرقك في واحد البحر من الجدال اللي ما غاديش يكمل، غيبقى يتجادل معاك وما غاديش يسالي. وكاين واحد ثاني واحد النوع من الاشخاص اللي حيحاول ما امكن انه ملي غادي يجي يعاتبك انت او انت تمشي تعاتبه، غيحاول ما امكن انه يجرحك ويقلل من شان من شانك او من شان ديالك. وكاين هناك يعني واحد سبب واحد اخر، وانه كاين بعض الناس اللي كي تمشي تعاتبهم او كتعاتب معاهم كيهاجموك وما كيخليوكش انك ما تعطوكش حتى فرصه باش تتكلم. هذوك الناس بعاد عليهم وبلاش ما تمشيش تعاتبهم. كاين بزاف كما قلت يعني وصلنا حنا لواحد المرحله انه او الانسان لازم يفكر انه في هذه المرحله سواء من الاخ يكون مازال ما وصلش لا يفكر بعقله انه يحاول يبحث على بجميع الوسائل، يبحث على الحاجه اللي فيها الراحه ديال نفسه، الراحه ليه، يبحث على السلام الداخلي وما يبقاش يفكر في معاتبة اي واحد يمشي يعاتبه. صافي بالنسبه انا رايي بالنسبه ليا اي انسان حاول يبعد عليك ما تمشيش ما هذاك ما تستحقش العتاب ديالك. اللي كيبعد عليك ما كيستحقش العتاب اللي كان هو السبب في الحزن ديالك في حزنك وما تستحقش العتاب اللي كان السبب انك وقع لك مشكل كبير وما سولش فيك وما سالش فيك وما كانش معاك، ما كيستحقش العتاب. لهذاك الانسان لا يستحق العتاب ديالك. يعني الانسان كيبغي يشوفك غير في المواقف اللي كتكون فيها نتايا تكون عايش مزيان وعايش بخير ولبس عليك، وهذا الشيء هو اللي كيقلب عليه دائما، وهذاك الشيء اللي كيبغي يعني بالنسبه ليه كيبغي يشوفك دائما غير في تكون في ابهى صوره، ولكن كيكون عندك مشاكل حاجه كيبعد عليك. هذاك حتى هو لا يستحق عتابك. يعني الانسان يحاول ما امكن انه يتحرر من هذه الفكره ديال اي واحد عمل له شي حاجه كيمشي هو كيقول علاش عملتي لي هكا، علاش درتي لي بحال هكا. من الاحسن يبعد عليه داك الانسان دار لك شي حاجه، اي دار لك شي حاجه او عمل لك شي حاجه وكنتي انت عندك استطاعه انك تسامحه يعني وتكمل معاه العلاقه ديالك. انا كنظن اي نوع من العلاقات الانسانيه تكمل مع العلاقة ديالك. كان هذا الإنسان ما قدرتيش تسامحه بعد عليه من الأحسن، ولكن ما تضروش ما تديرو حتى شي حاجة اللي تضروه، خليه من بعد راه يقدر يفهم يعطيك القيمة ديالك شنو هي في حياته، من بعد عاد غادي يفهمها، ولكن غيكون مشى كما نقول يعني لا ينفع، مشى لواحد الوقت اللي حيث لا ينفع الندم. هذا الشيء اللي بغيت يعني الواحد ما امكن يحاول كما قلت يغض الطرف على اي شيء تيشوفه، ما يمشيش ما يبقاش هو يعاتب على اي حاجه ولا اي حاجه كما كانت، ما يبقاش هو كيبقى يفكر دائما في واحد الانسان اللي دار لي عمل له شي حاجه وكيبقى يفكر في هذه من كيجيبها من الماضي وكيبقى يفكر وكيبقى يعاتب داك الانسان بينه وبين نفسه. هذه واحد الحاجه اللي واحد الشيء اللي هو سلبي جدا وكيستهلك الطاقه ديال الانسان كلها كيستهلكها، ما عنده الحياه. انا بالنسبه لي ان الحياه يعني هي مش ما تحتاجش منا هاد الطاقه كلها، نقضيوها مع ناس اللي ما قدروش يفهمونا، ما قدروش يعرفونا مزيان، ما نستهلكوش معاهم الطاقه ديالنا كلها. هذا هو اللي بغيت. ويحاول الانسان انه قال يعني حتى في ديننا الاسلامي الحنيف كنقولوا انه التمس لاخيك عذرا، واخا يكون هو ما عنده حتى شي عذر قلب ليه على شي عذر باش تستمر العلاقه مع بعضياتكم. ولكن الا كانت هاد العلاقه فيها بزاف ديال الاستهلاك العاطفي وتيكون استهلاك عاطفي وتيكون فيها واحد الاستهلاك سلبي، من الاحسن الواحد يوقف اي علاقه كيف ما كانت. انا هنا كما قلت اتكلم عن جميع العلاقات الانسانيه. الواحد ما امكن يحاول ما انه يبعد على اي انسان كيستهلكه، يبعد عليه
وما يبقاش يعاتب، لا تعاتب من لا يستحق العتاب، ما تعاتبش هذاك الانسان اللي ما كي يستحقش العتاب ديالك. ما تحاولش انك تتعلق بواحد الانسان او تعلق بواحد الناس اللي كي اللي ما كياخد ما 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 تيسو ما تيهتموش بيك، ما كي ما تيس ما تي حتى السؤال ما تيسالوش عليك. واي واحد اراد الخروج من الحياه من حياتك او من علاقتك خليه يخرج، ما تحاولش ما امكن انك تحاول انك تودد ليه وتقبطو رغما عنه وتجرو لعندك رغما عنه. لا، الانسان يحاول ما امكن انه يكون تكون عنده كرامه، ويكون يحاول انه يبعد على مبدا التعامل معامله بالمثل، ما هذا لن ما يعني ما لا ما تحسش انك تتعامل بالمثل. من الاحسن ان الواحد يبتعد ويحاول يعيش حياته ويبعد ويحاول يبتعد جميع هذيك الطاقه السلبيه اللي كتكون في اي علاقه، الطاقه يعني العلاقه اللي مسمومه اللي ما فيها حتى شي منفعه، يحاول اي واحد يبتعد عليها. اقولها لكم ولنفسي، وكما قلت لا تعاتب من لا يستحق العتاب، عاتب انسان اللي كيفهمك اللي غيعرف بان داك العتاب غادي يجي في محله. اما الانسان اللي ما عنده من العتاب اللي غتمشي تعاتبه وما غاديش يفهمك وما غيوصلوش، من الاحسن ابتعد عنه ولا تعاتب من لا يستحق العتاب. واتمنى ان يكون هذا الموضوع، انا بالنسبه ليا احنا كنا جميعنا يعني تنمروا من هذا المرحله ديال الاشخاص اللي كنكونوا الاشخاص كنعرفوهم وكنبداو نعاتبوهم، وهذاك الانسان تقدر يكون كاع ما عارف كاع ما حاس بداك العتاب اللي كتعاتبو، ما تيحش بيه، ما عندوش حتى شي حاجه اللي كتربط هو. واخا تكون يعني كاين علاقات اللي كتكون سبحان الله علاقات كتكون طويله ما بين اشخاص، ولكن ما كاينش شي رابط اللي كيخليهم اللي قوه ديك العلاقه اللي بيناتهم. كيجي واحد الوقت اللي كيبتعدوا على بعضهم البعض وما كيبقاوش يسالوا في بعضياتهم هكذا، وملي كيجي شي واحد كيعاتبهم تيبداو كل واحد كيلقى واحد العذر اللي يقدر يكون داك العذر مستفز، ولكن ما عندك ما تعمل. ابتعد عن العلاقات التي يعني تستهلك ذاتك وتستهلك روحك، ولا تعاتب من لا يستحق العتاب. اقول للمره الثالثه، واتمنى ان يكون الموضوع اليوم قد اعجبكم، واتمنى لكم كل الصحه والعافيه، وكذلك لا تنسوا الاشتراك في القناه وضع لايك، وكذلك مشاركه الفيديو وتعليق يعني رايكم في الموضوع يهمني جدا جدا. اقول لكم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.